الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. ثم أما بعد، أحبتي في الله مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد وبرنامج القرآن وشفاء. أولا إحنا هنتكلم النهاردة عن شيء مدمر، شيء قد يحبط أسرة، قد يحبط مجتمع، قد يحبط العالم كله. يبدأ بفرد، إيه هو الشيء الخطير ده؟ هنتكلم النهاردة عن الإحباط، هنتكلم عن الإحباط وعلاج الإحباط من خلال القرآن الكريم. اسمعوا لقول الله تعالى قبل أن نبدأ، يقول المولى عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. عايزين نركز ونتدبر القرآن كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. تعالوا بنا نعيد الكلام أو نعيد الآية ونتدبرها تاني. وننزل من القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. يبقى فيه شروط للشفاء، ما يجيش واحد على معصية، عايش على معصية، نايم على معصية، قايم على معصية، ويجي يقرأ آيتين ويقول لك أنا ما فيش شفاء، فين القرآن شفاء؟ نقول له يا حبيبي ما أنت ما قريتش الشرط، الشرط هو الإيمان بالقرآن. يبقى تاني: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولكن وقفة بسيطة، تعالوا بينا نقف الوقفة دي حول معنى كلمة شفاء. لماذا قال الله عز وجل شفاء ولم يقل دواء؟ ليه؟ في فرق كبير، خلي بالكم. الدواء قد يعالج، ممكن اخد الدواء وربنا يشفيني، وممكن اخد الدواء ومفيش علاج. يبقى في شفاء ولا مفيش شفاء؟ ده بأمر الله وحده. إذن القرآن شفاء فيها إعجاز لغوي، إعجاز طبي. ليه؟ ركز معايا كده تاني، نقولها تاني: وننزل من القرآن ما هو دواء ولا ما هو شفاء؟ ما هو شفاء. إذن القرآن شفاء ولكن للمؤمنين. تعالوا بينا نقول هنتكلم النهاردة إزاي عن الإحباط وعلاج الإحباط من القرآن، كما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نقول إن إحنا لازم نؤمن بالقرآن أولا، وطبعا أركان الإيمان إحنا عارفينها ودرسنا، مش هنتكلم عن أركان الإيمان ولكن هنتكلم عن علاج الإحباط، علاج القرآن للإحباط. أولا، ما هو الإحباط؟ مين فينا يعرف يقول لنا إيه هو الإحباط؟ أنا ممكن أكون حسيت بالإحباط، ممكن أكون يعني قابلت الإحباط، ممكن أكون أنا محبط بالفعل، لكن ما أقدرش أقول يعني إيه إحباط. أنا أقول لك يعني إيه إحباط، ولكن ركز معايا كده. الإحباط ليس بالفشل ولكن هو الإحساس بالفشل. يعني أنا ممكن أكون حاسس بفشل وأنا في قمة النجاح، ممكن أكون حاسس بالفشل وأنا ناجح ومفيش ريحة الفشل. طب إزاي الكلام ده؟ أنت بتقول كلام مش مفهوم ليه. لو أقول لك أنا بالراحة كده، بالراحة من القرآن أصلا هتقرأ تقول إيه معايا في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني انت ممكن تكون فاكر ان انت على شيء وانت فاشل، ده مش عنده احباط. اللي فاكر ان هو على شيء، وده في زماننا في من الناس دي كتير، ده ما عندوش احباط ولا عمره هيحس بالاحباط. طب الاحباط هو ايه؟ هو الاحساس بالفشل، عكس الناجح او عكس الفاشل. اللي فاكر نفسه ناجح ده مش ممكن يحبط، لان الاحباط هو الاحساس بالفشل حتى لو كان ايه؟ ناجح. طيب تعالوا بينا نتكلم عن علاج الاحباط بالقرآن، أو علاج القرآن للإحباط. علاج الإحباط، تعرف مخاطره، تعرف مخاطر الإحباط تقدر تعالجه، زي علاج التدخين كده. لو أنت عرفت السيجارة بتعمل إيه في الرئتين، مجرد بس نعرض ليك مخاطر السيجارة مش هتدخن تاني. طب علاج الإحباط،
نعرف مخاطر. طب هنعرف مخاطر الإحباط إزاي؟ أيضا من القرآن. يقول المولى عز وجل في سورة يوسف: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يا طب ايه اللي جاب اليأس للإحباط؟ ما هما الاتنين واحد. يبقى اليأس يولد الكفر بقول الله تعالى من سورة يوسف. أعيد تاني: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كفى بأنك تعلم أن اليأس أو الإحباط يولد الكفر أو يؤدي إلى الكفر. هذه يعني حاجة خطيرة جدا. يعني انت دلوقتي لما تعرف ان اليأس ده ممكن يوصلك للكفر تبعد عنه فورا. ده بقول الله عز وجل. يقول المولى عز وجل: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما ايه؟ لما في الصدور. يبقى لما في الصدور كل ما يصيب الصدر. الصدر اللي هو النفس، النفس البشرية يعني. يبقى كل ما يصيب النفس او يصيب الصدر سواء الاحباط او اليأس الاتنين وجهين لعملة واحدة. علاجهم القرآن بقول الله تعالى: يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وايه تاني؟ وهدى ورحمة لمين يا رب؟ للمؤمنين. يبقى اذا يا جماعة لازم نعرف ان كل حاجة ليها شر، عشان القرآن مش لعبة، مش حدوتة. في ناس كتير تيجي تقول ازاي القرآن علاج، ازاي القرآن هيعالج الصداع مثلا، ازاي القرآن هيعالج المغص، ازاي القرآن هيعالج الاحباط. ده ثق تماما والله ما هيتعالج ابدا لو قرأ القرآن كله، لان ربنا اللي قال شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. يتبقى لنا ان نتكلم عن نوع اخر من الاحباط، لان الاحباط انواع. تكلمنا عن الاحباط تعريفه، قلنا ان هو الاحساس بالفشل. تاني، الاحباط هو الاحساس بالفشل ليس الفشل نفسه، لانك ممكن تكون حاسس انك فاشل وانت على قمة النجاح، عكس اللي شايف نفسه ناجح وهو على قمة الفشل. نوع من الاحباط اخر احذروا منه، ايه هو ده؟ هو احباط العمل. عارف يعني ايه احباط العمل؟ يعني ممكن تعيش 70 سنة، 80 سنة، 90 سنة زي ما ربنا يمدلك في عمرك، وتتفاجئ كده في الاخرة ان عملك ضاع، محبط، احباط. طب نعمل ايه في الحكاية دي؟ اعرف منين ان انا ماشي صح ولا ماشي غلط؟ هقول لك ارجع للقرآن برضه. سبحان الله العظيم، هو القرآن علاج وشفاء لما في الصدور، والإحباط مركزه الصدر. يا في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. تاني: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ها أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لعل سائل يسأل يقول لي: هل يعني من الممكن أن يحبط عمل المؤمن وهو لا يشعر؟ والله لا يؤاخذنا بما لا نقصد، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما أجبروا عليه أو وما استكرهوا عليه. من ضمنها الخطأ، يعني الشيء اللي انت ممكن تعمله يعني خطأ مش قاصد، مرفوع عنك بالفعل، هو مرفوع عنك. طب ازاي عملك يحبط وانت لا تشعر؟ هناك فرق. لا تشعر غير لا تقصد او لا تنوي، لان الاعمال بالنيات. فانت في الاصل نويت فعل شر وهذا محسوب عليك، فيكون سببا لإحباط عملك. ومن أسباب إحباط العمل لا ترفعوا أصواتكم ها فوق صوت النبي. طب احنا دلوقتي سيدنا النبي مش معانا، هو معانا في قلوبنا بشريعته بمنهجه. طب النقطة دي نتعامل معاها ازاي في حياتنا
والنبي مش موجود معانا. هرفع صوتي على النبي ازاي وهو مش موجود؟ اقول لك. وانت قاعد بتسمع الشيخ او بتسمع في خطبة جمعة او واحد بيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، لو رفعت صوتك عليه وهو بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى انت رفعت صوتك فوق صوت النبي. لان الذي يتحدث ويقول قال الله او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، اعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحدث. فاذا رفعت صوتك فوق صوت اخيك وهو يتلو عليك حديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قد يحبط عملك. ما هو مش انا اللي بقول، نعيدها تاني. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وإيه وأنتم لا تشعرون. لا إله إلا الله. يا رب يا رب ارحمنا. يقول المولى عز وجل ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا إيه؟ هدى. قل هو للذين آمنوا هدى وإيه؟ وشفاء. ركز، كل الآيات اللي عمالين نقولها دي بتؤكد إن القرآن شفاء لكن للمؤمنين، عشان ما يجيش واحد يقول لي أصل أنا جالي مغص وقريت عليه قرآن وما حصلش شفاء يبقى الكلام ده مش مظبوط ومش عارف إيه. لا، القرآن شفاء ده بقول الله قولا واحدا، لا شك في كلام الله أبدا. يبقى إذن القرآن شفاء ولا مش شفاء؟ شفاء، لكن لمين؟ للمؤمنين. أهو نقول تاني، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. قل هو للذين آمنوا هدى وإيه وشفاء. والذين لا يؤمنون، طب واللي ما بيؤمنش بالقرآن حتى لو كان مسلم، في واحد مسلم ممكن ما يؤمنش بالقرآن؟ آه طبعا في ناس ما بتؤمنش بالقرآن ومسلم، طب ده موقفه ايه؟ الايه بتقول عليه ايه؟ نقولها من الاول تاني وركز معايا. ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته، اعجمي وعربي. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء. خلاص، طب اللي ما بيؤمنش بالقران؟ والذين لا يؤمنون مالهم؟ في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. يعني مش هنقول انه مش شفاء وبس، لا، عمى، لانه ما امنش بالقران. اوعى تفتكر ان القران نزل لعبه، لا، هذا القران هو كلام الله، كلام رب العالمين الذي نزل من اللوح المحفوظ. وشفاء، والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى، اولئك ينادون من مكان بعيد. يقال لهم سحقا سحقا، انت مش فاكر او ما سمعتش قبل كده في اي خطبه او قريتها في اي كتاب إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحوض، وأسأل الله العلي القدير أن يجمعنا أو أن يجمعني وإياكم على حوض النبي ولا يقول لنا سحقا سحقا. عارف يعني إيه سحقا سحقا؟ يعني بعدا بعدا. طب ما هو الكلام ده هيكون لمين؟ لمسلمين. هو لمسلمين بس ما طبقوش سنة النبي، ما أمنوش بالقرآن، سيقال لهم سحقا سحقا. ده كلام النبي وكلام ربنا، نعيده تاني. بيقول إيه؟ وهو عليهم عمى، أولئك ينادون من مكان بعيد. في سورة فصلت، اللي عايز يراجع يراجع سورة فصلت هيلاقي إن الكلام ده كلام ربنا مش كلامي أنا. طيب نتكلم على أرض الواقع شوية. المجتمع اللي احنا عايشينه ده مفيهوش إحباط؟ مفيهوش مشاكل؟ لا، في مشاكل وفي فقر وفي إحباط وفي كل حاجة. بسبب إيه؟ بسبب ذنوبنا. يبقى علاج الإحباط والفقر والفشل من القرآن، بقراءة القرآن واتباع القرآن، مش قراءة فقط. في واحد ممكن يجيب القرآن ويقعد يقرأ ويقول لي ما تعالجش، وأنا بؤمن بالقرآن، أنت قلت القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين وأنا مؤمن بالقرآن وقريت القرآن وما حصلش حاجة، لأنك ما اتبعتش. القرآن ليس قصة، القرآن منهج. اقرأ قول الله تعالى في سورة البقرة ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص، خلي بالك بقى، ونقص من الأموال، الفقر، والأنفس، الناس اللي بتموت، والثمرات، الزروع اللي بتبوظ، وبشر الصابرين. عندك شوية فقر
عمال تقول الدنيا باظت، البلد ضاعت، الدنيا سودت في عيني. عشان ايه؟ عشان شوية فقر، عشان شوية جوع. ربنا اداك العلاج بس انت مش عايز تبص عليه. علاج الفقر الصبر. ده ربنا اللي قال. اقرأ تاني كده وركز. افلا يتدبرون القرآن، افلا يتدبرون القرآن. تدبروا معي مرة اخرى، تدبروا، اسمع بقلبك قبل اذنيك. يقول المولى عز وجل: ولنبلونكم، ولنبلونكم، تأكيد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين ايه؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ايه؟ قالوا الدنيا سودت في عينينا، قالوا الدنيا دي سواد، الايام سودة. لا، ما قالوش كده. قالوا ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى نقول كلنا إيه لما نحس بشوية فقر، بشوية جوع، بشوية نقص في الأموال، في الأنفس، في الثمرات، نقول تاني الدنيا سودت، ونقول كلام ممكن يخرجك من الملة. أمال نقول إيه؟ نقول اللي ربنا علمه لنا، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. يتبقى لنا أن نتحدث عن شيء أخير، ألا وهو الإحباط المجتمعي. الإحباط ده اللي أنا اتكلمت عليه عن المستوى الفردي، يعني كل واحد فينا يعمل إيه. قلنا يقرأ القرآن ويؤمن بالقرآن ويعمل بالقرآن، أقسم بالله سيشفى من أي شيء، الإحباط وغير الإحباط. أمال يعني إيه الإحباط المجتمعي؟ هو الإحباط على المستوى الجماعي، على مستوى المجتمع. نعالجه إزاي؟ ها، طب ما كل واحد لو عالج الإحباط على مستوى نفسه يبقى المجتمع كله اتعالج. ولكن يبقى شيء واحد، وهو فقه الاختلاف. فقه الاختلاف، لو انا مختلف معاك مش معنى كده ان انت في وادي وانا في وادي، انت في ملة وانا في ملة. لا، الاختلاف وارد ولكن الخلاف شر. عايزين نتوحد على مفهوم واحد وعلى كلام واحد وعلى منهج واحد. مش كل واحد يبقى عنده فكر معين او فهم معين لآية او لموضوع ويتكلم عليه ويعمل لنفسه يعني مسمى كده معين ويبقى هو الصح وبقيه الناس غلط. لا، لعل الناس هم اللي صح وانت اللي غلط. يبقى فقه الاختلاف، نقرب من ربنا ونبقى على منهج واحد. يبقى القرآن شفاء للمؤمنين. هتلاقي فعلا القرآن شفاء. والله لو جالك شوية صداع وقريت اي آية، ما حددناش آيات، القرآن شفاء، القرآن شفاء قولا واحدا، القرآن شفاء آية واحدة. لو عندك مش صداع، لو عندك مغص وصداع وعندك كل أمراض الدنيا، والله تبرأ منها حالا لو قرأتها بقلب صافي وبإيمان. طب المجتمع هيبقى على قلب راجل واحد إزاي عشان نعالج الأمراض المجتمعية؟ لأن الإحباط المجتمعي ده مشكلة. لو على قد واحد ولا اتنين ولا أسرة ولا اتنين مش مشكلة، مش هيأثروا على سير المجتمع بحاله. أمال نعالج الإحباط المجتمعي ده إزاي؟ ها؟ إن إحنا نتمسك بشريعة واحدة، بفهم واحد هو فهم سلف الأمة. نرجع كلنا للمنهج بتاعنا، للقرآن بتاعنا. يبقى الإحباط المجتمعي إن إحنا كلنا نمشي على منهج واحد، مش كل واحد يمشي بفهم مختلف. لأن اختلاف الفهم بيعمل انشقاق، بيعمل خلاف، والخلاف شر زي ما اتكلمنا، الخلاف شر. لكن الاختلاف وارد. يعني انا ممكن ابقى لابس بدله وانت لابس جلابيه ما عادكش، ما اقولش بقى ان انت عدوي او العكس. لا، انا راكب بيجو وانت راكب قطر ورايحين القاهره، خلاص هدفنا واحد، هدفنا واحد، ان انا رايح القاهره وانت رايح القاهره، انا وانت هدفنا واحد. لكن انت راكب قطر وانا راكب بيجو، ما نعاديش بعض عشان راكبين وسيله مواصلات مختلفه. طب الحل ايه يا عم الشيخ؟ نرجع تاني نقول ان احنا نتوحد في هدف واحد حتى لو اختلفنا في الوسائل. الهدف لو تم الاتفاق على هدف واحد، مهما اختلفت الوسائل سنصل الى الغايه. طب ازاي؟ واعتصموا بايه؟ بحبل الله جميعا، ولا ايه؟ ولا تفرقوا. طب احنا عاملين ده؟ بالله عليكم احنا عاملين ده؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. ده الواحد لو اختلف مع صديق له وكأنه عمل جريمة. يعني أنا ممكن أقول كلمة واحد مختلف كده اختلاف عادي خالص، اختلاف بسيط، والله بتبقى زي كأني عملت جريمة. ليه كده؟ ده مش اعتصام بحبل الله أبدا. لكن الاعتصام بحبل الله اللي هو بالقرآن اللي ربنا قال عليه: هو شفاء ورحمة
للمؤمنين يبقى هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كونوا مؤمنين يكن القرآن لكم شفاء. عملية بسيطة جدا، يعني ما فيش أي مشكلة. النهاردة اتكلمنا عن الإحباط وعن أنواع الإحباط، قلنا الإحباط في إحباط على المستوى الفردي إن الإنسان يشعر بفشله وهو ليس بفاشل، يبقى الإحباط على المستوى الفردي هو الإحساس بالفشل ليس بالفشل، هو الإحساس بالفشل. أما الإحباط المجتمعي قلنا هو التفرقة، كل واحد عايش في وادي، كل واحد عايش في قصة لوحده، يفهم الآية بطريقته ويمشي. لا، ارجع لشيخك، ارجع لأي حد، احنا مقلدين، خلي بالك احنا مقلدين. في ناس كده ما تفهمش يعني ايه، يعني ايه طالب علم، ويعني ايه مقلد، ويعني ايه شيخ، ويعني ايه عالم. انت مقلد، لازم يكون ليك شيخ، ليك معلم، ليك استاذ، ليك دكتور بتتعلم منه بتاخد، ما تمشيش على مزاجك. النفس أمارة بالسوء يا حبيبي، النفس أمارة بالسوء. لو مشيت ورا نفسك، قول على نفسك بقى يا رحمن الرحيم، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. طيب، حد عارف مركز الإحباط ده فين؟ الصداع طيب فين؟ الصداع ده مركزه فين؟ الرأس. المغص مركزه البطن. آلام السنان مركزها السنان. طب الإحباط ده مركزه فين؟ بيصيب إيه بالذات في جسم الإنسان عشان نركز عليه عشان نعالجه؟ الإحباط ليس له مركز. الإحباط يصيب الإنسان كله، هو منبته القلب، صدر يعني، شفاء لما في الصدور يعني القلوب، ولكن يصيب البدن كله. أنت لو حسيت بإحباط دراعك هتحس إن هو بيوجعك، تحس إن عندك صداع، تحس إن رجلك مش قادرة تمشي. يبقى قلنا مركز الإحباط هو إيه؟ هو الجسد كله. يبقى علاج الإحباط هو علاج للجسد كله. طب لو أنت نفسيتك في السماء زي ما بيقولوا مرتفعة، والله لو عندك أمراض الدنيا كلها، تعالوا بينا نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني. طيب، احنا طبعا شايفين من الفيديو ان تقلب، توتر، أدوية كتير، عدم حساب الزمن، طبعا تاخد أدوية، قد ياخد أدوية كثيرة بدون ما يرجع للدكتور، بيأكل أكلات كثيرة، تبص تلاقي في وسط الأكل ساب الأكل أهو، واحد بيتكلم بيشرب سجاير بيتكلم بسرعة، واحد نايم، قد يكون نايم ليس في حاجة إلى النوم، بيتقلب من التوتر، محبط، حاسس بفشل، بيلجأ للنوم لأنه حاسس بفشل، زي ما شفنا كده، واحد نايم عمال يتقلب لأنه مش عارف يعمل إيه. طب هو بيتقلب، طب ما يقوم يعمل أي حاجة. مش ساعات بتحصل لنا؟ والله ساعات بتحصل، الواحد يقعد يتقلب يمين شمال. طب لما انت مش نايم راقد على السرير ليه؟ سيب السرير في حاله، قوم اعمل حاجه تفيدك، صلي ركعتين لله، قيام ليل، ان شاء الله تكون الساعه 2 بالليل، الساعه 3 بالليل، الساعه 4، الساعه 1، مش مشكله، قوم لله. هدانك تتقلب زي اللي احنا شفناه من شويه ده، لان احنا لو يعني استشعرنا القران والله العظيم هيكون علاج لكل مشاكلنا الفرديه والمجتمعيه. قدرنا نطلع بحاجة النهاردة ولا ما طلعناش؟ نلخص اللي قلناه النهاردة. احنا قلنا ان الاحباط هو الاحساس بالفشل ليس بالفشل، لان الاحباط هو احساس ذاتي، احساس بالفشل. قد يكون انا على قمة النجاح لكن احساسي بالفشل. طب العلاج ايه؟ شيل الاحساس ده، شيل الوهم ده، وبص بعين الواقع لنفسك، انت فاشل ولا ناجح؟ ممكن تبص تلاقي نفسك ناجح، يروح الاحباط في ثانية. واتكلمنا ايضا عن مركز الاحباط، مركز الاحباط هو الصدر، ولكن اثاره بتصيب الجسم كله، ونلجا للقران وللصلاه وللرياضه احيانا وللتنزه زي ما احنا شايفين. تخيل بالله عليك كده لو سجدت لله سجده بصدق كده، قمت لله، هتحس بايه؟ والرياضه زي ما شفنا من شويه، الدين بتاعنا بيحس على الرياضه والله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. سباحة، رماية، ركوب خيل، كلها رياضة. يبقى الرياضة والصلاة والقرآن. حد فينا بيعمل الحاجات دي؟ حد فينا مداوم على الرياضة؟ في ناس كتير بتلعب رياضة بس إيه، يلعب يوم ويسيب 10. خلاص يا عم بلاش تلعب ساعة كل يوم، العب 5 دقائق كل يوم. الرياضة مفيدة للجسم، والعقل السليم فين؟ في الجسم السليم. يبقى الرياضة من العقل،
الرياضة من العقل، والعقل من الدين، يبقى الرياضة من الدين. يبقى نلخص كلامنا النهاردة علشان نطلع بكلمتين ونقول علاج الإحباط باختصار، عشان ما يبقاش كلام كده ايه، وممكن الناس تطلع تقول لك طب انا ما عرفتش اعمل ايه بالظبط. انت قاعد تقول قرآن والصلاة والرياضة اعمل ده كله، ايه المشكلة؟ ما هي الرياضة دي فرض، قصدي الصلاة دي فرض، عفوا الصلاة فرض، والقرآن ما تيسر من القرآن يا سيدي، يقول المولى عز وجل ها واقرأوا ما تيسر من القرآن، يعني ما تيسر. يبقى علاج الإحباط الصلاة في مواعيدها، ما تيسر من القرآن، قليل من الرياضة، بلاش كل يوم، يوم ويوم. تلعب ايه يعني؟ تلعب حديد يا عم، اجري شوية، اتمشى في الشارع شوية، في طرقة البيت شوية، العب رياضة وخلاص. لان الرياضة البدنية بتعود على الذهن، ثم تكون بدورها رياضة ذهنية. لان الرياضة البدنية بتعمل ايه؟ بتنشط الدم، بتنشط الدورة الدموية، يبقى هتفيد العقل. وطالما افادت العقل افادت الجسم كله، وبددت الحزن والحزن، وجددت النفس. انا مجرب الحاجات دي، وكثير من الناس اللي جربت الرياضه بتقول والله كلهم اتفقوا على هذا دون ان يجلسونا مع بعضهم. كل اللي بيلعبوا رياضه اتفقوا على ان لعب الرياضه بيعمل حاله نفسيه جميله جدا. هو مش عارف ليه، هو مش عارف ليه. يبقى احنا كده يعني اعتقد ان احنا لمينا الموضوع ببساطه. يبقى علاج الاحباط القران، الصلاه، الرياضه، يعني قليل من الرياضة. وأسأل الله العلي القدير أن يجمعني بكم في الدنيا على خير، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وألا يصيبنا بالإحباط أبدا. وختاما كان معكم عصام كمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.